بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة الرابعة اللي هي بعنوان الكونجيجيتيف. احنا لازلنا في النظام اللي بنقرأ أو بنأسس نظام لقراءة النتائج أو فحوصات الليفر. احنا اتفقنا أو ناقشنا في اللقاء الماضي القضية اللي هو بداية الانكونجيجيتد. اليوم حنناقش الكونجيجيتد، متى تكون كونجيجيتد هايبر بيليروبينيميا. النقطة المهمة جدا اللي هي ان احنا بنضرب بنفس المثل، انه اول نقطة ولا تنسوها شبي قاعدة، ان التوتال بيليروبين عالي. احنا ضربنا مثال بانه 6 ملي جرام بير ديسيلتر، على طول نقول ان الشخص ده عنده هايبر بيليروبينيميا. هذه النقطه الاولى. وطالما ان الشخص عنده هايبر بيليروبينيميا، هذا الشخص عنده احدى او احتمال المشكله من 3 مشاكل. قد يكون عنده مشكله في البلد، قد يكون عنده مشكله في الهيباتوسيلولار انجري، وقد يكون عنده مشكله في البيلوري اوبستراكتيف ديزيز. هذه نقطة لا تنسوهاش أبدا. النقطة الثانية، على طول بعد هذه الروح نقرأ الانكونجيجيتد. لو ما نقرأ الانكونجيجيتد اتفقنا على قاعدة، اتفقنا ان احنا نشوف هل الانكونجيجيتد مور ذان الـ 85% او اقل. نشوف هل هو اكثر من 85% ولا اقل من 85%. فافترضنا هنا افتراض انه طلع 3 ملي جرام بير ديسيلتر. 3 ملي جرام بير ديسيلتر واضحه انها اقل من 85%. اذا على طول واحنا مغمضين الحاله دي نقول عليها كونجيجيتد هايبر بيليروبينيميا. وما دام قلنا عليها كونجيجيتد هايبر بيليروبينيميا، اذا الشخص ده عنده احتمال عنده هيباتوسيلولار انجري اللي يقول عليها برينكيماتس، او عنده بيلوري اوبستراكتيف ديزيز اللي ساعات يسموها كوليستاتيك جوندس. طيب النقطه المهمه جدا الان، خلونا نشوف البيلوري اوبستراكتيف ديزيز اللي قلنا عليه طبعا كونجيجيتد. نشوف وضع الليفر انزيم الان. لما يكون الاي ال تي بالنسبه للبيلوري اوبستراكتيف ديزيز حيكون نورمال اور مايل، الاي اس تي نورمال اور مايل، بالتاكيد اللي هم الالب الالكالين فوسفاتيز والجي جي تي حيكونوا ماركت اليفيتد. واعيد، ليش ماركت اليفيتد؟ لانه قلنا موجودين في الممبرين، والستاسيس الستاسيس الموجوده بتعمل روجن في الممبرين، فبالتالي بيطلع الالب ويطلع الجي جي تي. طب هنا نقطه مهمه جدا، قد يكون هذا الناتج اللي هو بيلوري اوبستراكتيف ديزيز الناتج عن حاجه بنسميها اكسترا هيباتيك، ناتج عن ستون، او انترا هيباتيك. انترا هيباتيك معناها قد يكون الشخص ده عنده البرايمري بيلوري سيروزس، او عنده يكون البرايمري سكلوروزنج كولنجايتس. طيب كيف نفرق بين البرايمري بيلوري سيروزس والبرايمري سكلوروزنج كولنجايتس؟ نفرق بينهم كالاتي. أول نقطة بينهم إنهم الاثنين obstructive jaundice، هذه أول نقطة. الاثنين كمان conjugated hyperbilirubinemia، الاثنين سواء كان primary biliary cirrhosis أو primary sclerosing cholangitis. الاثنين marked elevated للألب اللي هو الألكالين فوسفاتيز. النقطة الثانية نفرق بينهم بالماركر الآتية، إنه في البرايمري بيلوري سيروزس في معنى الأمى بيكون أكثر من 90%، الأمى اللي هو الأنتي ميتوكوندريال أنتيباديز، بينما في البرايمري سكلوروزنج كولنجايتس بيكون الأنكا اللي هي الأنتي نيتروفيل سايتوبلازميك أنتيباديز. دي الماركر الأساسية. غير كذا بالسونار كمان نستطيع إن احنا نفرق بين البرايمري بيلوري سيروزس والبرايمري سكلوروزنج كولنجايتس. طيب الان تعالوا نشوف الهيباتوسيلولار انجري. احنا اتفقنا في معنى اكيوت وفي معنى كرونيك، كيف نفرق بينهم؟ لانهم دول هي حاله الكونجيجيتد. بالنسبه للاي ال تي والاي اس تي، بالتاكيد في الاكيوت ماركت اليفيتد. واعيد، ليش ماركت اليفيتد؟ لانه حصل ماسيف ديستراكشن للخلايا، فكل اللي في السيتوبلازم طلعوا، فحيحصل ماركت اليفيتد للاي ال تي والاي اس تي. بالتاكيد حيكون مايلد اليفيتد بالنسبه للالب وللجي جي تي. بالنسبه للكرونيك حيكون الاي ال تي والاي اس تي مايلد، والالب والجي جي تي حيكون نورمال اور مايلد. طيب تعالوا الان
نجمعهم كلهم مع بعض، كل حالات الكونجيجيتد اللي هي زي ما قلنا هيباتوسيلولار انجري سواء كانت اكيوت او كرونيك او حاله البلوري اوبستراكتيف ديزيز. الاي ال تي بالنسبه للاكيوت ماركت اليفيتد، اي ال تي و اس تي ماركت اليفيتد، بالنسبه للالب والجي جي تي مايلد اليفيتد، بالنسبه للكرونيك اللي هم الاي ال تي والاي اس تي مايلد، وبالنسبه للالب والجي جي تي بالتاكيد نورمال اور مايلد. بالتاكيد بالنسبه للبلوري اوبستراكتيف ديزيز الاي ال تي والاي والاي اس تي نورمال اور مايلد الاثنين، لكن النقطه اللي لا تنسوهاش بلوري اوبستراكتيف ديزيز بالتاكيد ماركت اليفيتد بالنسبه للقلب وللجي جي تي. في نقطه مهمه الان عاوزين نعرف الليفر فانكشن، الليفر شغاله ولا مش شغاله، فما هي الماركر اللي نقيس بها؟ نقيسها بتو ماركرز اللي هما طبعا في اكثر من ماركرز لكن احنا نكتفي بالسيرم البيومين والبروثرومبين تايم. احنا عاوزين نشوف وضع السيرم البيومين والبروثرومبين تايم في الاكيوت هيباتايتس، اكيوت فالمنت هيباتايتس، كرونيك هيباتايتس والسيروزس، سواء كان سيروزس كومبنسيتد اور دي كومبنسيتد. ما معنى كومبنسيتد؟ تخيلوا بيشنت سيروتيك بيشنتس، يعني خلاص عنده سيروزس لكن عنده خلايا، فبالتالي الخلايا دي بتعوض او بتطلع الفانكشن او بتعمل وظائف الليفر، فبالتالي نقول عليها كومبنسيتد. او خلاص الليفر ما عاد فيش فيها اي خلايا بتشتغل فنقول عليها دي كومبنسيتد. تعالوا نشوف بالنسبه للسيرم البيومين في الاكيوت هيباتايتس هيكون نورمال، وفي البروثرومبين تايم هيكون نورمال. ما معنى الكلام هذا؟ انه حصل اكيوت هيباتايتس، حصل ديستراكشن اور دامج اور انجرد للليفر لهيباتوسايت، لكن الالبيومين والبروثرومبين تايم يعني في خلايا لا زالت شغاله. النقطه الثانيه في الاكيوت فالمنت هيباتايتس الالبيومين حيكون نورمال لكن البروثرومبين تايم حيكون انكريز. ليش؟ لانه السيرم البيومين له لونج هاف لايف، يعني تخيلوا الليفر صنعه ويجلس 21 يوم، قد مصنع من قبل 21 يوم الالبيومين، لكن البروثرومبين تايم ذا قدامه من 60 الى 72 ساعة، فتخيلوا ذا على طول حيحصل له اليفيتد لانه 72 ساعة حيحصل اكيوت فالمنت، فحيبدا يرتفع البروثرومبين تايم، معناها انه اكيوت اللي هو اكيوت فالمنت هيباتايتس، بالتالي حيحصل سيل فيلير. زي ما قلنا ليش طلع الالبيومين نورمال؟ لانه اساسا لونج هاف لايف، معه لونج هاف لايف اللي قلنا تستمر ل 21 يوم. بالتاكيد الكرونيك هيباتايتس حيكون السيرم البيومين نورمال والبروثرومبين تايم نورمال. بالنسبه لنفس الوضع بالنسبه للسيروسس اللي هو كومبنسيتد، حيكون نورمال الالبيومين والنورمال كمان البروثرومبين تايم، لكن دي كومبنسيتد بالتاكيد حيكون الالبيومين ديكريز وايضا البروثرومبين تايم انكريز، لانه هذا قد كرونيك فمعناها انه قد عدى 21 يوم، فبالتالي الكبد او الليفر ما عادش قادر تصنع البيومين، وبالتالي كمان كل السيلز حصل لهم على طول دي كومبنسيتد، مش ما فيش سيل تعوض، فبالتالي حيحصل كمان انكريز في البروثرومبين تايم، ومن هنا نجي نقول حصل كرونيك سيل فيلير. إن شاء الله عز وجل من الحلقة القادمة أو اللقاء القادم حنبدأ نتكلم على الكيسز، ولذلك راجعوا كل الحلقات السابقة، لأنه الآن النظام اللي تكلمنا عليه حنبدأ نقرأه على كيسز، ميني كيسز حنتكلم عليها، وقسمتها إلى كيسز عادية وكيسز متقدمة حنتكلم عليها إن شاء الله في الأسبوع في اللقاء القادم. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.